هدف بدي يخبركم عن شيء على إشارات السير. تبي في كو شمال، تبي في كو يمين، تبي في دو كو شمال، تبي في دو كو يمين، تبي في دي هوا، تبي في تريب كسر، تبي في تريب زخطة، تبي في تب نجد، تبي في نب تب. تبي في شارات السير، تبي في مدرسة، تبي على مدرسة الطريق، تبي في ورشة، تبي في مصرية. ممنون على الطريق، ممنون كروش يمشي الطريق، ممنون كمون يقطع السيارة، ممنون دراجة إيد تمشي على الطريق، ممنوع موتو يمشي على الطريق، ممنوع بسرعات تمشي على الطريق، ممنوع السيارة أكبر من 2.30، ممنوع القانون الخامل ما مجوية، ممنوع كل السيارة يمشوا، ممنوع مرور، ممنوع الدخول، ممنوع ندور أي سيارة، ممنوع ندوب، ما فينا نسرق أكثر من ترون، ما فينا نزمد، ستوب، ما فينا نبرم، ما فينا نلخ شمال، ما فينا نلخ يمين، ما فينا الكاميون اللي خامل 6.5 تي، ممنوع الكاميون اللي أكبر من ممنوع الكاميون يمشوا على الطريق، ممنوع الباص يمشوا على الطريق، ممنوع الكاميون الخامس شي أصغر دانجور، ممنوع التراكتور يمشوا على الطريق، ممنوع الكاميون الخامس تاني كاميون، ممنوع. اليوم بدي أخبركم شي على إشارات السير، هيدي يعني ستوب، هيدي يعني قل يعني خدي الخارج، هيدي يعني جو. براو. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.